قطعنا عتبة الميت يوم وباقي قدامنا أيام قليلة للبرايم النهائي وللتصويت كمان، وأمامكم ثلاث خيارات: نصيف من سوريا، محمد رمضان من الأردن، ورحمة من العراق. واحد منهم هو نجم ستار أكاديمي 7 بالبرايم الأخير. حلقتنا انتهت والعد العكسي مكمل. باي باي. انتبهتوا قديش عم يقشط صوتها هون؟ كثير. اوكي. قلت لها انا باك ستيج. عم تسمعهم؟ كمان. هو الشعرات هو الشعرات هون. هو الشعرات هون. هاي شو اسمها هذا؟ شو اسمها هي؟ محمد. كنت اتمنى عليها عم ترقص قدام ما تهز كثير راسها لان ثابت بالكاميرا اكثر وحده ما تحركت. لحظه 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 لحظه، انتو شفتوا بدريه شو ضعفاني؟ هتبطل بدريا وتضحك ما عندها مش العفويه. هي غنت هيدا حكي وبنهايه البرايم في حكي وفي بكي. قبل رح بدي اقول شيء، طب لو كثير حلو عن جد ستارك عنده شغل بجنن. قبل ما تفلوا من هون ما تنسوا تشكروا كل انسان اشتغل لانه من صغير لكبير تعملوا هيك برنامج. كل واحد تعب، كل واحد ضحى، كل واحد سهر وعصب وتلقى كثير من اذا بدكم الضغط لحتى يعملوا هيك شيء. وتاكدوا هذا اللي شفتوه قليل تشوفوه ما بتشوفوه بالعالم العربي ولا تلفزيون. فاذا اقل شيء تشكروا كل انسان اشتغل. انتم فيلين، انتم هو الثلاثه الوحيدين الباقيين باسم الكل، لانه عن جد من الصغير للكبير بيشتغلوا من قلبهم. على طول نصيف عم يغني كانه عم يسوق البوستة في الشباك عم طالع من العصر هيك ميكرو هيك مثلا هيك شو اهلا اهلا حبيب قلبي لا المعاون بتعرفوا المعاون المعاون تبع البوستة بيوقف هيك هيك مثلا بيصير هيك انت عم تطلع بالمعاون انه مين طالع معنا فهمت كيف على طول هيك على طول هيك عم بخصلي هذا الميكرو هون هيك بين العصر والمن مين في من الشباب مين بده يطلع مين ما حسب مين ما حسب اسكت كرمالو سكت ايه يعطيكم العافيه ميرسي الله يعافيك وشكرا رح نشتاق لك كثير حبيبي سامي والله العظيم مبروك لكم ولا شدوا حالكم استفدنا منك استاذ